على سبيل المثال قبل كم من يوم رحنا لمخيم الزعتري وكان عندهم برد وثلج، وقمنا بتقديم المساعدة لأعداد كبيرة، مبلغ $1,000,000 في مواجهة البرد الشديد. البرد أقصد واحد تحت الصفر في خيام، بعض سمكة مثل قشرة البصل. بما أن البحرين بنت 1,500 كابينة سكنية، 4 مدارس. زرت امرأة شايفها قبل 10 سنوات، وفرنا لها السكن، عمرها فوق 80 سنة ديك الفترة، إنسانة عظيمة وطريقة إنسانية، أعطيت الكابينة. قصة طويلة ما في وقت للقاءكم الجميل والمشاركة الكبيرة من أخصائيين في المجال، بس أقول لك يعني موقف البحريني. يوم كنا هناك سألت المرأة وعمرها 92 سنة، قلت لها شو أحوالك، كيف ظروفك؟ قالت بردانة وهي بكابينتنا. طبعا قلت لها تعرفين؟ تقول شو ما أعرفكم، وانت اللي بنيتوا لي هالمكان، وتشكر الملك، تشكر البحرين. في واحدة من البنات اللي مرافقة معانا، يعني نقول متطوعة، تبرعت بجاكيته، فسخت جاكيت لبسته بصورة تلقائية عفوية. المرأة فرحت، أغلى جاكيت.